أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أنتم الأولياء على بالي بلي عندكم تساؤلات عديدة، علاش وليدي هكذا، علاش وليدي هكذا، وتحبوا نصائح من طرف أخصائيين. عمو يزيد جاب لكم هذه الحصة هذه باش يستضيف فيها في كل مرة أخصائيين يوجهكم في تربية أولادكم اللي هم أولادنا وراهم تحت جناحنا. الموضوع تاع اليوم موضوع مهم جدا. بزاف الناس أولادهم ما يحبوش يروحوا المدرسة. وليدك هكذا ما يحبش يروح المدرسة، تتساءل أنت كولي أمر أم ولا أب ولا كيفاش تدير معاه. اليوم جبنا لكم أخصائيين باش نتكلموا على هذا الرهاب المدرسي، يعني الطفل اللي ما يحبش يروح المدرسة. راح يساعدني اليوم حاضر معايا سي لابري نور الدين، أستاذ منذ 39 سنة. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا بك، تفضل تفضل تفضل. شكرا. مرحبا مرحبا مرحبا. ومعايا كذلك الأستاذة حريش أمينة، مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة، شرفتينا شرفتينا. مرحبا بك. وككل مرة نستضيف ولي أمر باش يكلمنا على هذا المشكل إذا عاش وتجربة نتاعو يتكلمنا عليها شوية. اليوم معنا موسى دراج. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفنا. الله يشرف لي. تفضل تفضل تفضل. وفي كل مره نجيبوا طفل ولا طفله يدير الواجبات المدرسيه نتاعو في هذا المكتب الجميل هذا قدامكم باش نتوما ثاني الاطفال ديروا الواجبات المدرسيه تاعكم بانتظام. معنا اليوم وائل. تعال تعال وائل، تعال. اروح وليدي. واش راك لاباس؟ شحال في عمرك وائل؟ 7 سنين. 7 سنين. واش مسنه تدرس؟ ثانية. شاطر انت ولا؟ شاطر. شاطر الله يبارك. قل لي وائل، انت في الواجبات المدرسية نتاعك كي توسيهم؟ توسيهم بانتظام حتى تسنى حتى ماما ولا بابا يقول لك، ولا تروح توسيهم وحدك؟ بانتظام. بانتظام وحدك ولا حتى يقول لك ماما وبابا؟ هما يقولوا لك روح تقرا ولا وحدك تروح تقرا؟ مرات هما يقولوا لك، مرات تروح وحدك. وحدك. بصح مرات هما ثاني يقولوا لك يا اخي. هيا برافو. دونك روح دير الواجبات المدرسيه نتاعك في هذا المكتب الجميل اللي حضرناه لك. تفضل تفضل وائل، تفضل تفضل تفضل. وانتم ثاني يا اطفال لازم الواجبات المدرسيه تاعكم تكون بانتظام، ما تستناوش حتى ماما ولا بابا يقول لكم، روحوا ديروا الواجبات المدرسيه تاعكم. شكرا شكرا شكرا. إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتنا أولادنا تحت جناحنا. الأولياء دائما يتسألوا ويرسلونا ويقولوا لنا، بالمرات يبقوا عاجزين عاجزين عند وقائع، عند حالات تصادفهم في حياتهم اليومية مع أولادهم. والحالة اللي نعرفوها كاين حالة الأولياء يقعدوا بالمرات مكتوب في الأيدي عندها، هو وليدك ما يحبش يروح يقرأ، يعني عنده رهاب رهاب مدرسي، انا ما نروحش نقرا والطفل يلعب ما يروحش يقرا. يعني بالمرات راهي مأساة مأساة في العائله. حبينا اليوم نوضحوا بعض النقاط هكذا. يا هل ترى هذا الرهاب المدرسي هذا حاجه خطيره، حاجه مش خطيره، حاجه تخلينا لازم يكون هلع ما يكونش، بمن لازم نتصلوا، كيفاش لازم، وش هما النصائح اللي نقدروا نعطوه لهم. انا نظن باللي في هذه الحصه سي لابري نور الدين مربي ومعلم واستاذ ومدير مؤسسه وكامل منذ 39 سنه، نضرب لي هذه الحالات هذه عايشتها. انا نقول ماشي تعرضت لها، عايشتها عايشتها كامل. كيفاش اعطينا تجربتك الشخصيه واعطينا وش هما التدابير يعني اللي يعطوهم مثلا للمعلمين والمربيين وكامل، كيفاش تعملوا مع هذه الحاله باش من بعد نرجعوا للسيده امينه تورينا جانب الاسره، يعني كيفاش الاسره تتعامل مع هذا الشيء. احنا ماذا بينا تعطينا النقطه الاولى، هل تعرضتوا لهذا الشيء وهل هي عاديه؟ هل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي يزيد، موضوع اهم جدا وحساس، وقد يعيشه او تعيشه عائلات كثيره.
وليس في الجزائر فحسب وإنما في كل بلدان وشائع. لأن الطفل في الحقيقة طفل هو طفل، يعني في حاجة مشتركة عند كل أطفال العالم بالضبط. ثم فيه فوارق وفيه حاجات الدخل. أولا هذا الخوف أو الهيبة أو الإهاب كما سمي للمدرسة، هذا قد يصيب، لا يصيب إلا الأطفال الصغار مدنجي بالضبط وإنما قد يصيب حتى كان أطفال في مختلف الأطوار. نعم في مختلف الأطوار من بعد، ولكن الأسباب تتغير بطبيعة الحال تتغير، يعني حتى المراهقين كان اللي ما يحبش يروح في فترة من الفترات بعد يرفض الذهاب إلى المدرسة، هذا يحصل. احنا ما يخفاش بأن الطفل يعيش في المرحلة الأولى من حياته حتى الخمس سنوات ست سنوات داخل محيط معين اللي هو الأسرة بالضبط، هناك علاقة وطيدة مع مع الأم خاصة، ثم مع من يعيشون معه الأب بالضبط. الإخوة ومن بعد تطلب منه أنه يفارقهم 8 ساعة في اليوم، يعني يكون في أمان، يشعر بالأمان بالضبط. حنان الحنان الأمان كل شيء، يعني الاعتناء لفشوش هذا بالدرجة تاعنا. ثم الطفل سيغادر فجأة، نتكلم على المرة الأولى، كان الخوف عند الطفل للذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى، وهذا هو الشائع وهذا هو اللي يخوف ويقلق الأولياء أكثر بالضبط. فالطفل سيغادر هذا الوسط ويذهب إلى المجهول، فالطفل سيذهب إلى مكان لم يألفه لا يعرفه، سيلتقي بمعلمين لأول مرة، بمدير لأول مرة، برفاق لأطفال لأول مرة، إذن هذا مخيف بالنسبة للتلميذ. ثم يذهب إلى المدرسة، وفي المدرسة كان نظام، بعض الحاجات التي تحد من حريته، لأنه في البيت ما تحركش، نعم في البيت عنده حرية يدخل من غرفة إلى غرفة وكذا بالضبط بالضبط. إذن هذا كله، هذه الأسباب هذه كله تجعل الطفل يهاب المدرسة. أستاذ لابري، في هذه المرحلة هذه تاع أول دخول مدرسي، شحال نقدروا نحدوا نسبة الأطفال اللي عندهم الرهاب؟ يعني يقعد يبكي كما مألوف، يبكي جيبوا لي ما جيبوا لي بابا أنا ما نقعدش هنا وكامل. شوف كاين إحصائية أنا طلعت عليها ولكن قديمة شوية، يعني باش نكون أمين. معليش معليش، في 1978 يقولوا يعني حتى 15% هذو، يعني فعلا خوف ما كانش، يعني يعني الفطم هذاك باش تفطموا، يعني باش يروح نعم للمدرسة نعم يجيهم صعيب. نعم أنا نظن ما نخممت هكذاك في حدود 10%. لا هذا إحصاء شوية قديم. المهم واش لازم احنا نديرو في المدرسة باش يعني نكونوا مباشرين هكذا، باش الأولياء ربما يستفادوا شوية بالضبط كيفاش يطالعوا يعني. ايه أولا اليوم ركن الحضانة، الحضانة هي وسيلة وخاصة التحضيري هذاك، يعني لا قبل على النظام هي الحضانة قبل التحضيري، يعني من 3 سنوات يقدر. نعم الحضانة، الحضانة راك تعود التلميذ أن يعيش في وسط آخر، يعني بعيد على مع ناس آخرين. هذه الحضانة تهيئ التلميذ إلى الدخول إلى المدرسة بأقل خوف، وربما حتى ما يكونش تمام، حتى الخوف ما يكونش بالضبط بالضبط. هذه واحدة. ثانيا اليوم الأول، اليوم الأول ننصح الأولياء أنهم يعودوا التلميذ قبل الدخول المدرسي، حتى أثناء تسجيله ووضع الملف تاعه عند مدير المدرسة، من الأحسن أن يأخذوا الابن مع الطفل والطفلة أبنائهم، يأخذونهم معهم إلى التسجيل باش يشوف الوسط هذا، يبدأ من هنا، يبدأ يدخل في الجو، كي يروح يسجل يروح المدرسة يسجل بالضبط، يشوف المدرسة ولو يبقى فيها وقت قليل، وراه دائما تحت أماني أمه أو أبيه ويرجع. هذه اثنين. ثالثا راه جا اليوم الأول تاع الدخول المدرسي، تلقى هذا النوع من الأطفال يوصل، يعني هو حتى في الطريق يبدأ يبكي، يبكي كي يجي خارج من الدار وكذا وراكم ديني السلوك تاعو. نعم ثم عندما يوصل إلى باب المؤسسة تزيد حيدة هذه الظاهرة، يبدأ يشوف يقول وقت الفراق او يقرب، راه يقرب بارك الله فيك. هنا كاين بعض الامهات، خاصه اقول الامهات، بعض الامهات الدولتهم كيشوفوه في هذه الحاله واش يديروا، يستسلموا الامر الواقع ويرجعوه الى البيت. هذا خطا. انا انصح الاولياء ما تتقلقش، وهو القلق تاع الاولياء عادي،
هو يبدا من الخوف، الطفل يخاف من المدرسة بالضبط. الخوف من بعد تولي كاين القلق عند الأولياء، حتى الأولياء يتقلقوا، ومن بعد يولي هلع. هلع كيما يكون عند الطفل كيما يكون عند الـ عند الـ عند الولي، ولي الأمر. فهنا ما لازمش تقلق وما لازمش يخضع خاصة ويرجعوا، يشد في قلبه كيما حنا نقولوا، يضغط على قلبه خاطرش فيه الحنان، فيه العاطفة، عاطفة الأمومة تلعب دورها يعني. هذا الشيء طبيعي هذا، ولكن يلزم يدير في باله بأنها فترة تمر إن شاء الله بشوية صعوبة، ولكنها تمر وما راهيش خطيرة، وما كانش اللي لأول مرة يعني ما تخش المدرسة يعني، إلا إذا كان ظروف أخرى بالضبط. لكن نهار يومين ثلاثة أسبوع ويوصل. ثم لما يدخل إلى المدرسة هنا يولي كاين دور المدرسة ودور المعلمين. فهنا الطفل لأول مرة يدخل إلى المدرسة لازم نهيئ المدرسة قبل الدخول المدرسي، لازم المدرسة نخليها جميلة، خليها جذابة، نعم خاصة الأولاد الصغار، ألوان جذابة، حتى الموسيقى نديروا الموسيقى كي يجيبوا حتى هذاك النشاطات البهلوان، نشاطات بهلوان يعني نجلب أنظار الطفل إلى أشياء يحبها الطفل بالضبط. ولا السحر، السحر هذاك يعني كل هذه بالضبط الأمور بالضبط. ثالثا أو رابعا اليوم الأول يوم مهم في حياة الطفل وفي حياة الطفل بصفة عامة، التلميذ بصفة عامة يعني في كل الأطوار، لكن خاصة في الطور الأول و السنة الأولى لأول مرة. من الذي سيستقبل التلاميذ؟ عموما المدير الماهر يقدم المعلمين الأكفاء اللي عندهم تجربة بالضبط كبيرة، عندهم بيداغوجية، نعم هذوك يقول لهم أنتم الذين تستقبلون الأولياء التلاميذ، خاصة الفصل الأول اللي نتكلم معه، خاصة الدخول اللي يعني. في الفصل الثاني وفصل الثالث يعني بعد خلاص والف أنا خلاص والف أنا راني مع هذو. تلقاهم يعرفوا كيف يستقبل الأطفال، يسلموا عليهم، يسلموا على 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 الولي أو الولية. التلميذ يقول لك هذا المعلمة راهي تعرف أمي، تعرف أبي، يعني بالضبط يبدأ بالضبط بالضبط نقلل من هذا الخوف من 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 الانفصال المفاجئ والتام. ثم كذلك حتى المدير في المدرسة الابتدائية في الصف الأول عنده دور. المدير ما لازمش يبين روحه ستريسي هو يا اخي، دخول المدرسه شويه صعيب بالضبط بالضبط، في له ستريس، المسؤول دائما تلقاه حارس وتلقاه كذا. فحتى هو المدير يستقبل مع المعلمين التلاميذ ويرافقونهم حتى في الاروقه وحتى الى الاقسام. رابعا لابد ان نسمح لاولياء التلاميذ هؤلاء، هذا التلميذ اللي خاف هو، نسمح لهم يدخلوا معهم حتى الى الاقسام، يدخلوا معهم الى الاقسام ويقعد معه فتره باه يحدث الانفصال بالتدرج، يبقى معه فتره ولو ساعه ساعتين ومن بعد المره الجايه ينقص. والاولياء يسمحوا لهم في المؤسسات الوطنيه؟ نعم المؤسسات التربويه نعم، نعم عند الصغار في 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 التربيه الحديثه السنه الاولى، نعم في التربيه الحديثه نسمح للاولياء. جميل جميل جميل. لا ولكن في انا نشفان نهار دخلنا احنا في السنه الاولى كنا ما يدخلوش، لا ولكن اي نعم، ولكن ثم كان طرق اخرى يعني بكل صراحه، كان طرق اخرى، كان المدير يعني حازم وسيفار ويعطي اوامر وحبيبين روحوا قوي ومانيش عارف باش يخافوه التلاميذ. هذه الطرق تاع الطرق القديمه، انا عشتها ولا كنت هكذا يعني، انا كذلك كنت انا واحد الوقت كان يحبوا المدير الجونتي، يحبوا المدير المتفهم، يحبوا كيف قلت لهم كانوا يخافوني التلاميذ، لكن مش يخافوني لأنني كنت قاسي معهم، لأنني كنت أحرص على فرض الانضباط في المدرسة، لأنه أنا لازم تكون وسط في مان دو فير دونز ان غون دو فيلو. ندمت على 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 ما كنت عليه رغم أنني كنت مضطر، لأن المدرسة كان فيها 1200 تلميذ. الله يبارك اللي حكمتها أنا 1200 تلميذ و أكثر من 70 أستاذ و 15 عامل باه تفرض الانضباط، فصعبة. ولكن مع 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 فوات الوقت وكذا غيرت، وليت نغير لأن العدد انقص وكذا، وليت غيرت الطريقة نتاعي وليت أندمج مع التلاميذ، ولأنني يعني حتى المنظومة التربوية في تطور. نعم يعني في تطور، نعم يعني نعم نرجعوا نعم 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة ولا يعني الوقت لازم نعيشوا الوضع.
سعاده حريش امينه مرحبا بك مختصه أهلين. اجتماعيه اهلين يا زيد وبابنائنا وبناتنا الله يخليك والاستاذ والاخ الله يخليك انا مادابيا نتكلموا على الرهاب المدرسي كما طرق له الاستاذ تكلمي لنا عن وش هما النصائح اللي نمدوهم للاسره في اول دخول مدرسي ومن بعد راح ننطرقوا الى الرهاب المدرسي في الاطوار الاخرى لانه بلغته عنده اسباب اخرى اذا الاسره الجزائريه كيفاش تتعايش مع الوضع هذا تاع الدخول المدرسي وشو هما النصائح كما الاستاذ قال التدرج وكذا هل هناك نصائح اجتماعيه نفسيه يعني ممكن نوضحوها لهم الاسره الجزائريه تنتظر يعني دخول ابنائها وخاصه اول مره للمدرسه بشغف هذا الشغف عند بعض الاسر يخليها تعتبروا انهم عندما يشيلوا محفظه عندما يخمم في الملابس الجديده يعني في المئزر حدث, 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 حدث عائلي بالضبط مناسبه عائليه عيد او دخلوا ليد يقرا وكاين عائله اللي بالاضافه الى هذا التحضيرات الماديه يكون تحضير نفسي اللي هو جد ضروري وخاصه الابناء احنا نقولوا يعني حسب الاحصائيات تقريبا 80% او اكثر اللي هم يعني ما كانش اللي ماهوش يخلي وليده يروح حتى للمسجد يعني 80% ولادهم يروحوا يقراوا القران يروحوا الجمعيات للروضات هذا الامر جد ايجابي كاين 20% وخاصه في المناطق اللي نتكلموا عليهم المناطق الريفيه النائيه اللي ما عندهمش فرصه وين يدي وليده يكون هذاك الابن مجبر بعد 6 سنوات وحنا كاخصائيين اجتماعيين والاخصائيين في علم النفس نروح نقول على بالنا علميا انه 6 سنوات هو السن يعني الضروري والمناسب للدخول المدرسي بالضبط لانه في هذاك السن يكون القدرات الذهنيه تطورت بالضبط. بشكل كبير يكون نسبه الحنان خاصه من الوالدين يكون يعني اكتفاء نوعا ما الا انه الحنان رانا كبار وما زلنا محرومين ومحتاجين من حنان الوالدين هنا قلت 6 سنوات هو السن الاجدر والانسب نروح نشوف المناطق الريفيه اللي هما يعني حسب الابحاث السوسيولوجيه يعانيوا من هذا الرهاب المدرسي اول وهله هو كان خاصه المراه اللي قاعده في البيت يعني تلتهب وليدها يعني المدارس بعيده كذلك صحيح كان مشكل هذا المدرسه بالمرات بعيده البرد وكامل انا نظن باللي الطفل اللي يروح يقرا على بعد كيلومتر ولا 2 ولا 3 في البرد هذاك انا لازم نعلقوا له ميداليه انا بالنسبه لي هذا واش حبيت نقول تحيه لهم يعني صدقني قوة. يعني يكبر قبل الوقت قوة كبيرة بالضبط بالضبط يوصل للنضج يوصل للنضج قبل سنه يعني ويتحرم نشوفوا انه الحمد لله كاين تطور كبير كما قلت خويا يزيد ذكرت سالفا تطور في المنظومة التربوية وكاين وسائل النقل يعني النقل ليس بالإلزامي باش نكونوا على علم والأستاذ هنا النقل المدرسي ليس بالإلزامي بل هو داخل في إطار يعني النشاطات يعني الجانب الاجتماعي تضامني الدولة تسعى إلى تحقيق إلى توفيره إلا والنقل في الجزائر المنظور وزارة التضامن هي تستكلف به ماشي وزارة التربية هي لأنه كاين العديد من يخطئ في هذا المنظور يقول لك باللي ضروري وزارة التربية هي اللي والأستاذ هو من أهل الاختصاص وأدرى مني عمل اجتماعي نعم نروح هذيك الفئات نقولوا أنه يبعد على دارهم يخرج في الشتاء كما ذكرت سالفا يعني الوجبات رغم انه هنالك مطاعم بنسبه كبيره على مستوى الوطني الا انه هادو الناس اللي في المناطق الريفيه راهو عنده حنان نقولوها بصراحه اكثر من النساء احنا الخدامات المراه العامله يعني ابنائنا يتقبلوا الدخول المدرسي لانهم من 3 سنين او من 3 شهور كاينه لا نوغيس شوفوا المرأة العاملة في المدينة أغلبيتهم عاملات بالضبط نشوفوا أن كاينة لا نوغيس بدءا من 3 شهور بعد ما تخلص الأمومة ومن بعد كاين هذيك الروضات اللي تبدا تشد كاين من 3 شهور كاين عام بعد الروضة تجي التحضيري كما ذكرت يزيد بالضبط باش تجي المدرسة شوف ديجا هذا الابن ابن العاملة راهو محضر في تحضير قبلي ونفس الشيء راهو اعتاد الطفل يعتاد بالضبط اعتاد بالضبط على أنه الأم ولو على مفارقة البيت ولو على مفارقة البيت احنا صدقني يعني ما يصيبش صعوبه بقدر ما الام اللي الابن تاعها يقعد تقعد معاه توت لا جورني تعطي له الحنان قاعده معاه حتى 6 سنوات باش يدخل يقرا بالضبط هذا نصيبو صعوبه نتكلموا عن التحضير باش نعطوا الحلول السريعه نتكلموا عن التحضير انا نقول للوالدين انتم حضروا نفسكم لاني انا احيانا نجوز على المدارس
ونشوف يوم الدخول المدرسي امهات يبكوا يعني يبكي تبكي بالضبط ولا اختي ولا كي تبكي تقول لي ما قدرتش نفرقوا يعني يشوف المشكل كي انا ندي وليدي ونبدا نبكي اكيد انه الابن تاعي رايح انا درت له اسقاط شخصيتي سقطتها الحاله اللي راني فيها تاع نتوحشك يا وليدي وليدي بادني هذاك الاحساس ومن بعد هو يبكي انت تبكي وهو يبكي وخلاص وتزيد كما قال الاستاذ الخطا الفادح نجبدوا نعاود نرجعوا للبيت ترجعوا معايا نقول باللي انتم حضروا نفسكم لانه ابنائنا رايحين يروحوا المدارس مش رايحين يروحوا للسجن بالضبط هذا التحذير كذلك التحذير النفسي وحنا نشوفوا انه وسائل الاعلام انا نقول من هذا المنبر عندها دور اساسي وفعال وسائل الاعلام في الفتره قبل الدخول المدرسي تاع سبتمبر لازم تحضر ابنائنا تحضرهم حتى باغاني رانا نشوفوا اللي تقول حنا كنا بكري نسمعوا مدرستي الحلوه يعني هذيك الاغاني تقعد الدور كل هذا التحضير نتكلم كذلك يزيد في النقطه الاخيره عن الرهاب المدرسي ليس فقط قبل يعني قبل الدخول الاول للمدرسه لكن الرهاب المدرسي عندما يكون المتمدرس يدرس بالضبط هذه نقطه اخرى هذه نعم. نقطه اخرى مدبيا نعم. نطرق لها لاني حبيت نطرق لواحد النقطه مهمه حبيت نتكلم معك سي موسى هل في حياتك اليوميه هل تعرضت يعني عشت هذا الوضع تاع الرهاب المدرسي واش منطور هل في الدخول المدرسي ولا الطفل كان متمدرس بدا بينا تكلمنا على هذا اكيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اول حاجه نشكركم على الضيافه هذه ونشكركم بزاف على الموضوع هذا باسكو راه حساس مرحبا بك انا واحد كما يقولوا شاب جزائري واب راني عايش نقدر نسميها مشكل انا بو عندي وليدي مازال ما دخلتوش راح ندخلوا في تحضيري ايه ديجا انا في تحضيري عندي صعوبات كبيره معاه ما يحبش يروح انا نديه انا ندخلو بالسيف واش يقول لك كي تقول له على شي وليدي ما تحبش تروح واش يقول لك الخطره واش يلقى لي سبه مثلا خطره يقول لي مريض خمس سنين وشوف شو يهضر ما يقولكش راه يتعرض للعنف ولا يحصلوا هما في شيخه يقول لي شيخه تاعنا ماشي مليحه يقول لي شيخه تاعي ما نحبهاش بصح علاش ما يحبهاش هذاك هو المشكل اللي مازال ما هذه النقطة اللي كنت رايح نوصلها في الجانب الثاني لأنه حقيقة أنا نشفى بكري كاين المادة اللي كنت ندخل لها فرحان وكاين المادة اللي كنت ندخل لها وكاين المادة اللي مادة بيا ما ندخلهاش كامل لأنه هذه هي دونك حبينا نعرفوا مم الطفل لأنه الطفل بريء يعني يتكلم بتلقائية نقول على دراري شنو نتبعوا الحنانة بالك ما كانتش حنينة معاه بالك انا نظن هما زملاء يعني ما يقولكش باللي الدراري يضربوني ولا الدراري لا هو ديجا تقدر تقول انا بالنسبه لي نشوفها مشكل باسكو توجور وحده ما قدرش يدير العلاقات مع لا ما قدرتش انا ما نكذبش عليك انا دائما حصل في يما ولا انت جايب وليدك اللي عنده انا نشوف باللي يما حنينا بزاف اكزاكت يما حنينا بزاف فشش هذه انا كي نديه ندخلوا المساد مي كي نديه يما تعاود ترجعوا يما تعاود ترجعوا تقدر تقول باللي صرا لي مشكل ولا يكرهني كي نروح مع بابا سير ندخل نقرا سير ندخل نقرا مي كي نروح مع يما فيها نيغوسياسيون نقدر نسبه كبيره اودي مالا الحل هو انك انت تديه كل يوم بصح الحل ما لا يعطيك الصحه على هذا على الشهاده هذه دونك الاولياء ما لازمش يضعفوا قدام ولادهم مثلا هو يدي ولده الاب يديه يخليه مثلا ومن بعد غدوه مداك تجي الام تديه راهي تفسد له كاع الخدمه اللي خدمها يعني لازم تعفسي شويه على قلبك وتخلي ولدك يروح المدرسه استاذ لابري كاين نقطه مهمه تكلمنا عن الرهاب المدرسي في اول طور ولكن كاين الرهاب المدرسي اللي كاين تلاميذ في الثانوية في المتوسطة عنده رهاب مدرسي إما من المدرسة بصفة عامة إما من مادة معينة إما من أستاذ معين أنا مباشرة هكذا كمواطن وكأب يجيني في بالي الأخطاء التربوية مباشرة ولكن نقول باللي بلاك الأولياء في ما رفخوش ولادهم في أطوار النمو هذه اللي
انا نظن كاين بزاف الاولياء اللي كي وليدو يدخل المدرسه يقول لك خلاص المدرسه هي متكفله به. انا نظن هذا خطا كبير، لازم الاولياء يرافقوا ولادهم، لانه الطفل حتى الانسان بالفطره يحب يتعلم، بالفطره تسيبه في عمره 4 سنين يحب يرفد الكرطاب، يعني الطفل بالفطره يحب يروح المدرسه، كيوريو يحب يروح، يحب يكتشف اشياء جديده وكامل. انا نقول لهم اذا شفتوا وليدكم ولا بنتكم ما يحبش يروح يقرا، لازم تروح تشوف علاش، لانه كاين سبب. وحنا ماذا بينا نتكلموا على هذه الاسباب هذه، وش هما الاشياء اللي ممكن انها ترهب طفل، يعني من جانب التعليمي والتربوي، ما نرجعوا للاستاذ تفهمنا الجانب النفسي اللي يخلي الطفل ما يحبش يروح يقرا. هل تعرضتم لهذا الشيء؟ وهل المربيين والمكونين هذو عندهم درايه بهذا الموضوع وعندهم تكوين في هذا الشان هذا؟ شكرا سي يزيد. هي في الحقيقه الشيء اللي معروف ان العمليه التربويه والتعليميه هي عمليه مشتركه. لا نلقي هذه المسؤوليه على المدرسه وحدها بالضبط، هذا ولا جميل. نلوم الاولياء ونكلفهم وحدهم. جميل. فالعمليه هي عمليه تفاعليه وتعاونيه وتضامنيه، الاولياء والمدرسه. وهنا كاين باب كبير في المنظومه التربويه في كل بلدان العالم، العلاقه ما بين اولياء التلاميذ وما بين المدرسه. هذا موضوع يحتاج الى دراسه والى تعمق فيه لانه مهم جدا. لا نرجع له في الحلقات مثلا باب الاخطاء التربويه، كلها راح نطرقوا لها في حلقات، ولكن احنا حابين نتكلموا على الرهاب المدرسي. نعم. شو هما الاشياء اللي يخليو التلميذ ما يحبش يقرا؟ نعم، احنا نرجع الى هذا الى سؤالك. تلقى التلاميذ في المتوسط او في الثانوي، يعني راهو كبير، هذا ماهوش ما عادش الطفل كيما هذاك اللي كنا نتكلموا عليه تاع سنه اولى ولا بالضبط، راهو يقرا بصفه عاديه تقريبا، ثم فجاه يولي ما يحبش يروح الى المدرسه، يحب ويبدا يلقى اسباب، مرض، اوجاع في البطن، حتى القيء، وهي فعلا يعني هذا ياثر عليه، حتى الخوف هذا ياثر عليه، حتى في سكوندار يعني يمشوا مع هذاك القلق هذاك اللي راهو عنده هو واللي ما يروحش المدرسه. علاش؟ هي فيها اسباب، يعني الاسباب اللي نعرفوها احنا ومعروفه جدا، هي اولا المعلم، الخوف بالضبط من الاستاذ او من المعلم. ثاني كاين كيفاش يخاف من الاستاذ؟ كاين تلاميذ كيبقوا الكبير مثلا يتراكموا عليه الواجبات، ثاني هل جاي انا ملوش على المعلم. نعم، لا هذه واحده من لا، المعلم هو جزء يعني لا يتجزا. نعم هو جزء، يعني كاين المعلم احيانا هو يتسبب في جعل التلميذ يخاف منه. لماذا؟ لان المعلم عندما يخطئ التلميذ مثلا يوجه له ملاحظات يعني ينقص من القيمه تاعو قدام صحابه كذا، خلاص مره مرتين ثلاثه وراه في سن المراهقه او يقترب منها يحشمو مره اثنين ثلاثه بالضبط. يولي يخاف من المعلم بالضبط. وينفر من من من, بالضبط. من الدروس بالضبط. ومن المدرسه. هذه من جهه. من جهه ثانيه التلميذ يخاف من الامتحانات، من الاختبارات بالضبط. احنا رانا في الاختبارات، يخاف من الاختبارات ويخاف من الحصول على نقاط سيئه. غير تقرب الامتحانات او الاختبارات تلقى الطفل هذا حتى تظهر عليه بعض الاعراض تظهر عليه. انا عشتها مع ابني لما يكون عنده ولدي لما يكون عنده اختبار غدوه من ذاك، ما يرقدش، راني مريض، راسي يوجع فيا، اعراض يعني تبان نعم مباشرة. نعم. ولكن هذا احنا ثاني كنا تكلمنا عليها في قلق الامتحان، كنت حضرت معنا. نعم. وين قلنا ما لازمش نضخمه. ما لازمش نضخموا هذا الاختبار. شغل وين تولي العائله كامل جوز معك هذه الحلول، هذه الاجراءات. هذا هو. كذلك كاينه نقطه وهذه شائعه اللي راح نقولها لك، حتى في اوروبا وفي امريكا، الخوف من الاعتداء من طرف الرفقاء. بالضبط. وين لارسيلومون الانتيميداسيون والسخريه والاستهزاء. نعم 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 بالضبط. يعني هذا نعم. تكلمنا عليه في الحصه في حصه وهذا مشترك، يعني هذا هو الخوف. يعني بالضبط بالضبط بالضبط. هذه هي الاسباب الرئيسيه الاساسيه اللي تخلي التلميذ في السن ما بعد السنوات الاولى يهرب ويخاف من المدرسه. ولكن هذا ليس بالتلميذ السيء بالضروره، هو تلميذ عادي، يعني نقدرون ننقذوه. نعم نقدر ننقذوه. كيف ننقذوه؟ لما
نشخصوا الاول نعم الاولياء يتحدثوا خاطر كاين الطفل او التلميذ ما يتكلمش عن الاسباب بالضبط ما يحبش يقول الاسباب هذه. وهنا هذا يحدث خاصه عندما ما يكونش فيه التواصل الدائم لا كوميونيكاسيون بيرمانونت الحوار وكذا ما بين الاولياء واطفالهم والتلاميذ لما يكون هذا هي الحوار ثلاثية يعني الاطفال الاولياء والمدرسه والمدرسة المعلم. ايضا المدرسه يعني وش يعطل انه الاب ولا الام يروح يشوف المعلم قال ولدي كيفاش يقول له يقول ولدي انا نشوف فيهم واش مليح نشوفوا كذا تكلم معاه روح تكلم مع الرفاقة تاعو شوف صحابه يا ولدي جيب صحابك للدار هاو اليوم نهايه اسبوع وراهم صحابك جيبهم للدار سي يزيد والله نقطه طرق اليها ولي التلميذ صغير وعنده علاقه بما قلت هو انه يخاف من المعلم والمعلم احيانا يكون قاسي مع التلميذ هذا بالضبط. هذا ليس لا يعني ان هذا المعلم معلم فاشل بالضبط 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 شوف ينجم يكون معلم ماهر و في القدره ولكن البيداغوجيه حاجه اخرى نعم ولكن تنقصوا هذه انا هنا مع التجربه مع اولادنا اللي راهم هنا تلميذه تقرا في السنه الثالثه متوسط سالتها قلت لها مانيش عارف كيف جاني السؤال هذا قلت لها شحال جبتي في الفصل الاول في اللغه العربيه قالت لي جبت 17 ما شاء الله الله يبارك قلت لها شكون اللي قريك استاذ ولا استاذه قالت لي استاذه قلت لها اذا هذه الاستاذه راك رائعه هذه رائعه هذه راك متحبوات رد الفعل تاعها واش وهذه تلميذه ممتازه ربما احسن تلميذه في الصف قالت لي شيخ قالت لي ما زلت ما لقيتش استاذه تفهم كما هذه قالت لي ولكن كلنا لا نحبها كلنا نكرهها شوف يا للاسف قاسيه شوف يا للاسف عندها القدرات عندها الطرق كيف توصل المعلومات بالضبط لكنها لكن تنقصها القدرات كيف تجعل التلميذ يحبها حتى يتعلم شكرا 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 اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه اللي تكلمنا فيها عن الرهاب المدرسي اذا يا اولياء الحل الوحيد هو الحوار كما عرفتوا في الاول لازم ما تفشلوش في الطور الاول وليدكم ولا بنتكم كي يروح يقرا ما ترجعوش معكم للدار لازم تخلوه تما والحضانه مليحه وانه يروح الجامعة ولا يروح باش يتعلم على الفرق نتاعكم والرهاب المدرسي من الناحيه الثانيه اللي هي الطفل كي يكون كبير شويه لازم الحوار مع الطفل ومع المدرسه يعني الاستاذ تشوفوا ما هي الاسباب اللي خلاته ما يروحش لان الطفل والتلميذ يحب القرايه ويحب المدرسه بالفطره إذن تابعونا على صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا ولا عن طريق موقعنا الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد نحب الجري في كل مكان حق العيب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة في العب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها